على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، التقى الشباب والنصر في قمة مواجهات المرحلة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الشباب هو البادئ بالخطورة، أسبريا يسدد وجونز يتصدى. الرد النصراوي كان مغايرا، فعبر عرضية ذهبية من مرابط رأس حمد الله يهز شباك الشباب ويعلن تقدم النصر بالهدف الأول. الشباب يسعى للعودة وديوب يصطدم ببراعة برادلي جونز. يحيى وموسى في الجهة المقابلة لا ينجحان في مضاعفة النتيجة. وعرضية مرابط أحمد موسى يهدرها بغرابة، وتسديدة تتجه بين يدي فاروق. فرصة ضائعة جعلت الشباب في الجهة الأخرى ينجح في معادلة الكفة عبر تسديدة قوية من إسبرية. وصلت إلى إسبرية يا رب، النصر يسعى للتقدم مجددا وكرة العمري يردها فاروق. في الشوط الثاني الشباب هو الأخطر وجونز يلتقط كرة زاحفة من إسبرية، وفي الجهة المقابلة فاروق بن مصطفى يرد كرة يحيى الشهري. الشباب يترجم خطورته في الدقيقة 58، جوانكا يتمكن من هز شباك النصر ويعلن تقدم الشباب بالهدف الثاني. هنا الشباب، هنا الشباب، هنا شيخ الأندية، هنا النصر يحاصر المرمى الشبابي، وبعد محاولات عديدة النصر يتمكن من معادلة الكفتين بهدف ثاني بيمنى الهداف حمد الله قبل 8 دقائق من الحجاب. هذا النصر لا يمكن لهم أن يتوقفوا في هذا التوقيت. الجولة هي الجولة 18 وهذا ملك 18. ملك التفوق الأصفر يستمر، صافرة الحكم تعلن الركلة الجزاء للنصر، وحمد الله يتقدم للتنفيذ ليحرز الهدف الثالث له ولنصره في وقت قاتل. الأبطال وحدهم يكتبون النهايات، يكتبون النهايات. من ظن أنها انتهت؟ من قال أنهم خسروا؟ من ردد بأنها حسمت؟ الآمال الشبابية تنتهي بهدف الرابع للنصر يحرزه النجم خالد الغنام. إنه نور الدين، عرضية مستحيلة يا نصر، مستحيلة يا عالمين، مستحيلة يا فارس نجم، مستحيلة يا غنام. المواجهة تنقضي برباعية نصراوية مقابل هدفين. النصر إلى النقطة 38 والشباب يبقى على رصيده السابق ب25 نقطة.